بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم معنا نقل نبات الزعتر إلى التربة بعد نجاح التجذير. هذا نبات الزعتر البري، قوم بأخذ بعض الأغصان من النبات، تكون بسماكة معينة كما نلاحظ في هذه الأغصان، ونضعها في زجاجة من الماء تقريبا مدة أسبوع إلى 10 أيام، كل يومين 3 أيام نغير الماء إلى ماء جديد. بعد ذلك نحصل على هذه الجذور التي تشاهدون أمامكم الآن. طبعا نأخذ الغصن ونزيل الأوراق التي في الأسفل تقريبا في الثلث الأخير ونضعها في الماء، وكما نلاحظ هذه جذور النبات معكم الآن. بعد ذلك نقوم بإعداد تربة مختلطة ما بين البتمس والبرلايت مع الرمل، ونقوم بإضافة قليل من السماد، ثم بعد ذلك نرويها ري جيد قبل أن نضع فيها النبات. يتم ريها تقريبا يومين متتاليين حتى تخف حدة السماد. بعد ذلك يتم نقل النبات كما تلاحظون إلى التربة مباشرة. هذه جذور النبات تلاحظون أمامكم. يتم تجذير نبات الزعتر بهذه الطريقة في معظم أيام العام، ولكن يفضل في فصل الخريف والربيع كما نشاهد. قمنا بتفريد جذور النبات مع جزء من التربة بهذه الطريقة. نضع النبات، كل غصن يكون باتجاه معين هذه الكيفية. نضع الجذور في التربة ونغطيها بالتربة بهذه الطريقة. بعد تغطية جذور النبات بالتربة نقوم بريها بالماء، ري خفيف، لأن التربة أساسا مشبعة بالماء في السابق، فيكون الري سطحي فقط. نقوم بري النبات بهذه الطريقة، ري خفيف على السطح، وفي اليوم التالي نقوم بتخفيف الأغصان بهذه الطريقة. نقوم بتخفيفها تقريبا إلى المنتصف حتى لا يؤثر ذلك على الجذور، مما يؤدي إلى ممكن يضعف النبات ولا ينمو بشكل جيد. فالتخفيف مهم جدا في اليوم التالي حتى نتأكد من نمو النبات بشكل جيد. بعد ذلك سوف يقوم بتغطية المساحة الكامل في المستقبل بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن تشاهدون نبات الزعتر البري الذي أخذنا منه الأغصان وزرعناها في بداية الفيديو بعد التجذير في الماء. كما تلاحظون هذه الأغصان نأخذ منها ونجذر، وهذا النبات في اليسار كما تلاحظون هذا النبات القديم، ولاحظوا بعد ما يتم قص النبات ويسمى التسميد جيد، نلاحظ كيف يعطي بقوة
إذا راعينا النبات بشكل جيد. فهذا النبات تقريبا له عمره الآن أكثر من عام، أما هذا النبات فهو لم يتم قصه منذ بزراعته تقريبا في حدود شهرين، هذا عمر النبات في اليمين الآن معي، ولكن هذا النبات عمره الآن تقريبا ما يزيد على السنة، ويتم قصه تقريبا كل شهرين إلى 3 أشهر يتم قصه بالكامل مرة واحدة. الآن سأريكم كيف نأخذ الأغصان الجديدة من هذا النبات وزراعتها في الماء للتجدير. نأخذ الأغصان بهذه الطريقة وعلى هذه السماكة كما تلاحظون، نأخذ حسب احتياجنا للزراعة، ممكن نأخذ 3 أغصان إلى 4 أغصان. نلاحظ هذه الطريقة ونقوم بإزالة الأفرع التي في الأسفل، نزيلها تماما. ولكن نراعي أن يكون الإزالة برفق جدا حتى لا نقوم بتمزيق الساق. على هذه الكيفية ثم نقوم بوضعها في زجاجة الماء بهذه الطريقة. ونتركها في منطقة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة، ولكن يصلها الضوء خلال فترات النهار. نزيل الأفرع التي في الأسفل كما نشاهد بهذه الطريقة. كما لاحظتم. ثم نضعها بالزجاجة بهذه الكيفية. مع ملاحظة أن يتم تغطية الأفرع التي تم إزالتها بالماء حتى تكون هي منطقة التجدير، فتخرج الجذور من أسفل هذه المنطقة. وفي ختام الفيديو أتمنى أن يكون فيه الفائدة للجميع. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.